قول للناس رد عليا بسرعه بسرعه عندي عندي شكرا جزيلا لمعاليك لتشريفك يا فندم جناح الهيئه المصريه العامه للكتاب، ودي بدايه معرض القاهره الدولي للكتاب في دوره 55. وزي ما قلنا احنا ان شاء الله بنوعد يعني سيادتك وكل الزوار بدوره متميزه ان شاء الله هذه السنه. جناح الهيئه المصريه العامه للكتاب احنا بنعرض فيه احدث الاصدارات والمشاريع الثقافيه اللي لينا، وحبينا ان هو كمان جناح يعبر عن الهويه المصريه من خلال صور لكتاب وادباء، وكمان محتوى مهم عملت عليه الهيئه المصريه العامه للكتاب سواء محتوى حديث او تراثي او غيره. وشرفنا من خلال ان احنا يكون عندنا التعاون المشترك اللي بيننا وبين وزاره الاوقاف، ومعالي الوزيره ومعالي وزير الاوقاف اشاروا ان موسوعه رؤيه في احدث اصدار ليها ان هي تكون متوفره بين ايدين الناس وتبقى هديه للاسره المصريه، لانها موسوعه تحارب الافكار المتطرفه وكمان مهمه في تجديد الخطاب الديني في شكل الحديث. ودي يعني هديه متواضعه لمعاليك يا فندم. جناح الهيئة بيضم أحدث إصدارات لمشروع طه حسين، سلسلة المصريات، الخط الكوني، كمان إحنا عندنا مشاريع جديدة بنقدمها زي مشروع حكايات النصر اللي هو بيعبر عن الاحتفاء بخمسين سنة على انتصار أكتوبر المجيد، كمان ديوان الشعر العربي، لدينا كتاب عن العاصمة الإدارية وده أول كتاب يصدر للجمهور المصري على العاصمة الإدارية الجديدة باسم عاصمة الخلود. استاذ سيادتك يعني انتهز الفرصه دي وقدم لحضرتك ده جزء مهم جدا في هذا الخاص لحضرتك. انا عامل الكتاب مفيش كلمه في الكتاب غريبه عن حضرتك، بس انا لمتها لانه ده واجب عليا. الكتاب يا فندم صدر ان شاء الله، احنا هنوثق ان شاء الله مضاعفه المأهول بالعمران ان شاء الله يا فندم، وانا اتعشم انه حضرتك تشوف يعني. شكرا. وكمان سيادتك الكتاب صدر كمان في 30 يونيو بالتزامن مع 30 يونيو، احنا حريصين يا فندم ان يبقى فيه قيمه مضافه للقارئ المصري من خلال معرفه قوية ورصينة، وفي نفس الوقت هذه المعرفة تكون ما بين يعني في متناول القارئ المصري.
انا موجود. اهلا ومرحبا بكم في جناح وزاره الدفاع لمعرض القاهره التوين للكتابه رقم 55 لعام 2024، والذي تشرف عليه هيئه البحوث العسكريه سنويا، ويتكون الجناح من 14 قسما. شخصيه الجناح: المشير احمد بدوي وزير الدفاع لولايه المتحده الحربيه الاسبق من ابطال حرب اكتوبر المدينه. ولد المشير احمد بدوي في محافظه الاسكندريه، والتحق بالكليه الحربيه وتخرج فيها عام 1948. شارك في حرب اكتوبر المدينه عام 1973، واستطاع عبور قناه السويس بمفرقه الجيش الثالث الليبي، وسط الهجوم الاسرائيلي على مدينه السويس عندما قامت القوات الاسرائيليه بعمليه الطرد، واندفع بقواته الى عمق سيناء لخلخله الجيش الاسرائيلي. تمكن من عدم احتلال السويس ودمر جميع دباباته التي حاولت دخول السويس، وتمسكنا بالسويس وظلت صامدة ولم ينم منها أبدا. حفظت على جميع معداتي وأسلحتي وقاتلت العدو ورديت على جميع اشتباكاته بعمق، وطورت الهجوم وأدركت مواقعي واكتسبت أراضي جديدة. نتمنى لحضراتكم زيارة سعيدة. مكتب التراث العسكري وتضم نسخ اصليه لاصدارات الجيش المصري منذ القرن التاسع عشر من كتب ومراجع عسكريه. قسم المعرفه العامه، ويضم كتاب الجيش المصري و7000 عام من الزمان اللغه العربيه واللغه الانجليزيه، كتاب دور مصر في الحرب العالميه الاولى اللغه العربيه واللغه الانجليزيه، احدث اصدارات مجله الدفاع والمجله العسكريه ومجلات الافرع الرئيسيه للقوات المسلحه، أحدث إصدار لأطلس العالم وجمهورية مصر العربية. قسم التاريخ العسكري، ويضم مجلدات تاريخ مصر القديم والوسيط والحديث، بالإضافة لأبرز المعارك التي خاضها الجيش المصري عبر العصور. قسم الشخصيات العسكرية، ويضم أبطال حرب أكتوبر المجيدة 1973 من القادة والضباط والجنود، بالإضافة لأهم الشخصيات التي أثرت الحياة العسكرية والثقافية والمدنية في مصر. قسم العلوم البحثية، ويضم أحدث إصدارات مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، كما تحرص القوات المسلحة المصرية على اقتناء أحدث إصدارات موسوعة جينيس لمواكبة التسليح العالمي. قسم القوات البحرية والجوية للدفاع الجوي بالقوات المسلحة المصرية، يتضمن أحدث إصدارات لمجلات القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، كما يضم مجلدات عن نشأة وتطور القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي. تمام يا فندم. مقدم يوسف محمود الحسيني، الهيئه الهندسيه. عرض لسيادتكم قسم معروضات الهيئه الهندسيه وهيئه الامداد وتمويل القوات المسلحه، ويضم احدث اصدارات اداره المساحه العسكريه من الخرائط الطبوغرافيه اطلس العالم وجمهوريه مصر العربيه، خرائط الطرق وخرائط شبكات المواصلات، دليل خرائط السياحيه، بعض الخرائط السياحيه، بالاضافه يا فندم لبعض منتجات هيئه الامداد والتموين، اهمها المنتجات الغذائية والخدمات البيطرية والخدمات الطبية المقدمة للقطاعين المدني والعسكري. شكرا. قائد محمد اسماعيل احمد، عضو هيئة تدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية. الأكاديمية العسكرية المصرية رائدة إقليميا ومتميزة عالميا في مجال العلوم العسكرية التخصصية لإعداد وتأهيل الضابط المقاتل، ويضم القسم
اسلوب الالتحاق بالاكاديميه العسكريه المصريه والكليات العسكريه اخر اصدارات من مجله الاكاديميه العسكريه المصريه والكليات العسكريه، اصدارات خاصه بالكليه الفنيه العسكريه. تمام يا فندم. جهاز العمل النفسي للقوات المسلحة وأحد الجهات العلمية المختصة بتنفيذ أنشطة التنمية البشرية والعلوم السلوكية اللي بتمارس على المستوى العسكري أو المستوى المدني في السلم والحرب وفي إدارة الأزمات. والهدف من إنشاء يا فندم معاونة القيادة العامة للقوات المسلحة إن هي تقدر إن هي الوصول للفرد بالتكيف والتوافق والرضا النفسي للوصول لتحقق ارتفاع الروح المعنوية. وأنشطة جهاز العمل النفسي يا فندم عدة مجالات، أهمها يا فندم فرع الاختبارات والقياسات النفسية، والفرع ده يا فندم من مهمته إن هو بيعمل على تحليل العمل سواء للمهمة أو للوظيفة، ويا فندم سواء للمؤسسات العسكرية أو المؤسسات المدنية زي هيئة الطاقة النووية، هيئة السكك الحديد، سائقي مترو الأنفاق، وزارة المالية، وزارة الأوقاف. وكل ده يا فندم الغرض منه ان احنا وضع الفرد المناسب في المكان المناسب عشان نقدر نقلل من الوقت والجهد. ومن الأمثلة برضو يا فندم فرع البحوث بيعمل العديد من الإصدارات النفسية والبحوث النفسية في مجال العلوم السلوكية، وأيضا العديد من المنشورات والمطويات والإصدارات يا فندم. وفي أمثلة هنا اختبارات نفسية، جهازين بيقيسوا الاختبارات النفسية اللي اشتغلنا عليه، اختبار بيقيس تصنيف الشخصية واختبار نفس حركي. شكرا يا فندم. قسم نظم المعلومات يقوم معهد نظم المعلومات للقوات المسلحة بتقديم الدعم الكامل للقطاع العسكري والقطاع المدني، وذلك تنفيذا للتوجيهات السياسية والعسكرية، حيث يقوم بتدريب وتأهيل كافة فئات المجتمع على برامج الرقمنة والتحول الرقمي في إطار الانتقال للحوكمة الإلكترونية ومواكبة الثورة التكنولوجية العالمية. ويضم قسم نظم المعلومات للقوات المسلحة مجموعة من البروشورز والكتب الخاصة بالدورات التدريبية التي يتم تدريسها داخل معهد نظم المعلومات للقوات المسلحة، وكذلك مجموعة من الاسطوانات المدمجة محمل عليها بعض من الأفلام الوطنية لجمهورية مصر العربية. شكرا يا فندم. تمام يا فندم. معهد اللغات للقوات المسلحه، سيادتك فندم، المعهد انشئ عام 1981. معهد اللغات يا فندم بيقوم بتاهيل المجتمع المدني وكذلك المجتمع العسكري في مجال اللغات. المعهد سيادتك بيدرس 16 لغه مختلفه. سيادتك فندم عندنا بعض نماذج من اللغات، عندنا اللغه الانجليزيه، اللغه الصينيه، اللغه العبريه، اللغه الارديه، كمان يا فندم بعض القواميس اللي المعهد قام بعملها. اخر حاجه سيادتك فندم بالنسبه لنا ترجمه لاهم الكتب العالميه للمعهد. اي اوامر سيادتك فندم؟ مساء الخير يا فندم. مع حضرتك مايا رمضان من إدارة نوادي وفنادق قوات مسلحة. هكون مع حضرتك في جولة سريعة عن إدارة النوادي وأبرز الخدمات المقدمة. في البداية أول نادي أنشئ في إدارة النوادي هو كان نادي الزمالك، وأنشئ عام 1938، ومنذ ذلك الوقت استمرت أعمال الإنشاء والتطوير إلى أن وصلنا إلى 74 نادي وفندق مقسمين في جميع أنحاء الجمهورية. وأما بالنسبة للشق الرياضي فإدارة النوادي بتقدم جميع الأنشطة الرياضية والترفيهية للمجتمع المدني والمجتمع العسكري. ومواكبة للتطور التكنولوجي الذي بنشهده تم إنشاء موقع خاص لخدمة المدنيين وموقع آخر لخدمة العسكريين، وتم تفعيل خدمة الواتساب والهوت لاين لضمان الخدمات المقدمة للمجتمع المدني والمجتمع العسكري. شكرا. قدم أحمد سعيد فرج، إدارة تجنيد القوات المسلحة. تقوم إدارة تجنيد القوات المسلحة بتقديم الخدمات التجنيدية للمواطنين داخل وخارج الجمهورية عن طريق شبكة الإنترنت. على سبيل المثال يا فندم استخراج تصريح السفر، استخراج شهادات الإعفاء، استخراج النماذج التجنيدية. ومدة يا فندم استخراج تصريح السفر من 15 ل 30 دقيقة يا فندم على الواتساب. أي أوامر يا فندم؟ المكتبة الأولى إصدارات الأمن القومي وفقا لتوجيه القيادة السياسية الصادر لنا 2019
بتسليط الضوء على القضايا ذات الابعاد الامن القومي، فقد تم اصدار حتى الان 29 دراسه شرطيه في هذا المجال، كان اولهم مخططات اسقاط الدول من الداخل وكيفيه مواجهتها، ومن ضمن اخر الدراسات انعكاسات الامنيه حركه اللجوء في ظل النزاعات المسلحه على الامن القومي المصري، وتتنوع الدراسات الاخرى وزارات مكافحه الارهاب. ودي سيادتك بنقدر نعرض فيها الإصدارات اللي بيتم تدريسها في دبلومة مكافحة الإرهاب والقتل المتطرف للضباط الدارسين في كلية الدراسات العليا، وأيضا الرسائل الدكتوراه المقدمة للحصول على درجة الدكتوراه والمسابقات البحثية في هذا الشأن، وده اللي بترصفه وزارة الداخلية في ترسيخ حركة البحث العلمي. المكتبة الثالثة والرابعة وهي خاصة بسلسلة الدراسات الأمنية المتخصصة، وهم يتألفوا من 13 نوعية من نوعيات الدراسات الأمنية في كافة المجالات الشرطية. ننتقل سيادتك إلى المكتبة الخامسة والستة، وهي بنعرض فيها المناهج الدراسية من المواد القانونية. أربع سنوات، وأيضا وايضا يا فندم المناهج الدراسيه اللي بيتم تدريسها لطلبه اللي بعديها يا فندم دي المؤتمرات والندوات العلميه للوزاره بتقوم بتنظيمها، وكانت اخرهم ندوه هامه تحت عنوان الانعكاسات الامنيه لقضيه الزياده السكانيه، والمكتبه الاخرى في تتضمن اصدارات كليه الدراسات العليا، وهي تضم رسائل الدكتوراه المقدمه من الساده الضباط للحصول على درجه الدكتوراه، وتم مؤخرا اصدار المؤسسه العلميه للضباط الحاصلين على درجه الدكتوراه في علوم الشرطه من 1975 حتى 2023، وهي تضم أكثر من 500 رسالة دكتوراه، وبتحوي الموسوعة ملخص لكل تلك درجات الدكتوراه وأهم النتائج والتوصيات الخاصة بها. المكتبة التاسعة يا فندم، وهي تحتوي على الأبحاث المقدمة من ضباط الشرطة المتدربين في كلية التدريب والتنمية في الفرق التدريبية المختلفة، والمكتبة العاشرة وهي إصدارات حقوق الإنسان، أبحاث علمية ودراسات، وكان عندنا دراسة هامة جدا تم إصدارها تعامل أمني مع الأشخاص ذوي الإعاقة غير المرئية، ودي بيتم تدريب كافة فئات العنصر البشري الشرطي على كيفية التعامل مع تلك الفئة. ايضا بتحرص وزاره الداخليه على تحديث سنوي لدليل الخدمات الشرطيه المقدم للمواطنين، ويتحتوا بصوره مقروءه وايضا بصوره مقروءه بطريقه البرايل للاشخاص ذوي الاعاقه البصريه، وايضا احنا بنحرص ان احنا نوفر الذكيه بخلاف سيادتك ان احنا بنوفره عن طريق الاشاره، لغه الاشاره والمسموع وايضا المرئي. حضرتك الشرطه المصريه، ودي سيادتك بترسخ جهود وتضحيات رجال الشرطه في 25 يناير 1952، وبعض الاصدارات التاريخيه وقوانيس الشرطيه والتراجم الشرطيه والمجلات العلميه لكيانات الاكاديميه، وبخلال سيادتك النشرات التوعوية والمراصد الأمنية والخطوات أيضا التوعوية. ويعني حضرتك طبعا بتشرفنا يا فندم، وكل سنة وما عليك طيب، وبنستسمح سيادتك بمناسبة عيد الشرطة كلمة لحضرتك.
شكرا فندم. شكرا. شكرا. شرف كبير لنا ان احنا نكون معزومين هنا كضيف شرف في معرض الكتاب. اشكرك واشكر مصر انها تدعو النرويج. زي ما انتم شايفين الجو قد ايه النرويج. حابين نبين الطبيعة في النرويج زي ما انتم شايفين الخشب فاتح لأن الإنسان النرويجي بيحب الطبيعة. ودي فرصة جيدة جدا إن احنا نتقابل مع كتاب المصريين وكتاب النرويجي. شكرا معلوز. Добрый день,